شهير. انا رويك انا رويك الدين في ايدك كمل مسيرك الحل في ايدك يا سم طريقك احنا شايل الباشا ما تخلي غيرك ايوه جاي يحدد مصيرك. هاي كنت ولا بتسي برايك حياكم قهوة الطيبين. عيني عيني يا باشا ضيعت لي عيني مستقبلي ضاع. عيني هي اللي بشوف بيها وبعمل بيها كل حاجة ضربت لي عيني. لحالي مش قاد لي حقي. ما علي اختي هدي. اختي وضحي لها ان احنا في دولة قانون. وحقها بتاخذ ان شاء الله والقانون فوق الجميع ان شاء أكيد. الله ان شاء الله يا رب. اي حكي حضره الضابط انت تشوف شو مسويه في عيني. أوه. انا اصلا ما سويت لها شيء. انا بس ما يمده رفعت يدي وتنزل علي الضربه بيدها هذه المرزبه. انا ايدي مرزبه ده بس حضرتك ده انا ايدي صغيره ازاي ده انا بيقولوا لي يا ابو كفر ايه وصغير ده انا ما بعرفش اعمل الملفوف من كتر ما ايدي صغيره انا هضربها الضرب المبرح ده دي كدابه. اي بس ترى اختي عينها مصابه. انا ما سويت لها شيء من كثر ما هي كسرتني وضربتني صبعيه بالغلط في عينها. أوه. لا مش بالغلط دي قصده دي عملت لي كده. يبين ننتيني انت اي عين اللي تعورت الحين اليمنى ولا اليسرى؟ يسرى ولا عادل امام اي عين وخلاص ضاعت يا باشا ما تركزش في التفاصيل. اي بس اختي ترى القانون واضح وصريح طالما عندي طرفين مصابين فهاي معناتها انها مشاجره وبكذي انا مضطر احيلكم للمحكمه. وهناك قولي حق القاضي كل الكلام اللي تبينه. لا لا واللي يرحم والديك يا حضره الضابط. حسبي الله عليك وعلى سوالفك احنا طال عمرك احنا ناس مسالمين ما نبي فضايح. باكر السوشيال ميديا يكتبون اسرار ضربت نبويه ونبويه زعلانه شويه والله راح يغنونها اسرار ضربت نبويه ونبويه زعلانه شويه اسرار المشكله مو كذي يحطونها ريمكس واسرار ضربت اسرع باسرار ضربت نبويه يكتبوا ويقولوا اسرار جابت العيد وضربت نبويه احسن. مش ده اللي حصل مش دي الحقيقه خلي الناس تعرف الحقيقه. يا جماعه هدوا واحنا في مركز شرطه هدوا. اخوي ما في حل الا الصلح لازم تراضي الطرفين. بتراضون طال عمرك هذه بتراضي هذه وانا براضي هذه. الله لا يوفقك الله يوفقك. سكت لعلم احنا الضابط. حسبي الله ونعم الوكيل فيك. يا حضرة الضابط انا متنازلة لا بمحاكم ولا بأي حاجة. زين الحين انتو لازم تتراضون. انتي متنازلة متنازلة يا نبوية. هي متنازلة لانها طبعا هي اللي ظلماني لكن انا مش متنازلة انا عايزة حقي. هاتلي حقي يا باشا. السلام عليكم. وعليكم السلام كيفك يا ابو سلمان؟ الله يخليك. الله يعزك اتفضل اقمد. ابد سلام تجي عند الشباب. طيب معك تصريح دخول؟ تصريح لا والله ما عندي. طيب ولا يهمك اتفضل يا ابو سلمان. مشكور مشكور اتفضل. ما قصر بس متأخرش جوه من فضلك. افا ان شاء الله ان شاء الله. افا الشركة هذه كنت عيلة وانا مستانس وفرحان الحين تصريح. السلام عليكم سلمان. اهلين اهلين هلا والله. السلام عليكم. وعليكم السلام اهلين ابو سلمان. وين كان يفز كان باليوم 10 مرات يقول لي شمعة الشركة. هلا هلا ابو سلمان. هلا والله. شو اخبارك؟ الله يسلمك. زمان عنك. الحمد لله. نورت الشركة. تسلمين تسلمين نفس الممر. الله لا يوفقك ان شاء الله. من دعيتي لي وانا مو مترقع. السلام عليكم. السلام. السلام عليكم. يا هلا ويا مرحبا. تول نور المكتب. حياك حياك يا ابو سلمان. الله يسلمك ويحييك. الله يعافيك حياك. ما شاء الله ما شاء الله. ايش هالتغيير؟ السرعة غيرتوا؟ تدري التغيير مهم. لكن اخبارك انت؟ اخبار صحتك؟ والله خوفتنا عليك يا أخوك لما طحت في المكتب لكن فيصل قام بالواجب. لا ما قصر والحمد لله أحسن الحين. الحمد لله. المهم اسمح لي أستأذنك عندي اجتماع مع المدير.
لا يا اخوي خذ راحتك، انا ترى بس جاي اسلم وبمشي. ايه عيل خلني اطلب لك قهوتك. الو شجهان، جيب قهوة ابو سلمان. ايه المعتادة. خذ راحتك، المكتب مكتبك. صج ابو سلمان، لقيت هالكرتون في اوراق وملفات تخصك، كانوا بيقطونه لكن انا خليته، لا تنسى تاخذه وياك ونطالع. مشكور ما قصرت، ما شاء الله. يا ليت هالسرعة بالديكورات والتغيير تكون بالشغل. مرحبا وسلمان، شلونك؟ شخبارك؟ طمني عنك، لك وحشة. يا الله يا زينك يا ابو سلمان. الصدق يا ابو سلمان ان هالكرسي ما يليق الا عليك. مشكور. اقول ابو سلمان، نعم، الشباب ما يوصلوا لك السلام؟ لا والله ما وصلوا لي شيء. الظاهر ما في رسالة. الحين عرفت الشركة وين رايحة. اقول ابو سلمان، اذا الواحد خدم 20 سنة يعطونه نهاية خدمة؟ الحين كل هالسوالف وهالديباجة الطويلة هذه علشان السؤال الغثيث المليق اللي مثل وجهك هذا؟ قوم انجلع برا، قوم قوم. ايش فيك يا ابو سلمان؟ ايش فيك معصب؟ قوم، انا من زمان مو مقتنع بهالوجه هذا، انه وجه موظف. يلا فارج. على فكرة الكرسي مو بلايق عليك، الحين عرفت اذا واحد تقاعد يصير عصبي. فارج، يلا فارج فارج. اعوذ بالله، اعوذ بالله من الاشكال هذه. السلام عليكم. سلام، هلا هلا والله. اهلين، شنو هذا؟ وين كوب مالنا؟ سوري بابا، انت الروح انا ارمي كشره. افا، حتى كوب القهوه قطيتوه؟ خلنا نمشي قبل لا يقطوني انا بالزباله. اسمع، هذا الكرتون فيه اغراضي، شيله ودي السياره. ان شاء الله بابا. يلا يلا. واللي يرحم والديك كلميها، خليها تتنازل، احنا ما نبي مشاكل ومحاكم. انا ابي وامي وكل حاجه فيا عايزه مشاكل، انا بقى بحب القضايا ومش هسكت من هنا غير لما يجي لي حق. حاولت معها كتير وبعدين ما فيني اضغط عليها اكتر، صدقني يا خيي. يعني كنا حلوين، ليش كلمة خيي؟ خليها خالد مباشر كذي، ودي عرفتي خالد خلود يعني مثلا. يعلك ان شاء الله تخلخلت عظامك يا رب، حتى تخلخلت عظامك. لعن ابو غيرك، انت من تشوف مره بس خلاص تفقد السيطره؟ عشان انت مش مسيطره ولا عارفه تمشي مسطره. اسمعي اختي حبيبتي، قولي حق هذه خلها تتنازل وتخلص الموضوع، لان العيال قاعدين في البيت بروحهم. اسمعي حبيبتي، قولي حق هذه ان انا مش هتنازل وماليش دعوه لا بيها ولا عيالها، وخلينا بقى قاعدين هنا لحد الصبح. خلص ان شاء الله من عيوني، راح احاول معها مره ثانيه. اي والله اي والله، حاولي معاها كثير عشان باشر موضوع. كم تليفونك؟ عزمتك مع النسوان ما جيتيني ليه؟ ما زعل ترضيني في حاله واحده الليله، انا عازماك وديني المسا طوالي. وما تقول لي البنات، جيبي معاك البنات وجيبي بنات رغيه وجيبي وكله والشفع. ايوه خلاص جاياني، يلا راح تعالي. يلا سلام عليكم وانتظراك. مالك بتبحلق فيني كده؟ لا بحلق فيك كيف؟ في شنو؟ بتعايل لي ليه؟ مالك مركز معاي؟ مما تكلمت في التلفون انت مركز معاي. بعايلك منو؟ منو اللي قال لك بعايلك؟ انا بعاين عشان اتاكد انه المكان ده بيتي انا ولا بيت بنتك وانت. يا حليلك، انا ما قايلك حساس للدرجه دي. لا حساس لدرجه انه اصحابي قاعد يسميني حساس محمد حساس. في ناس حساسين وفي ناس ما بحسوا، والناس اللي بيحسوا بيقولوا للناس اللي ما بيحسوا حسوا، وبارك الله في من زاره خفه. انت قاصدني انا عديمه الاحساس؟ لا 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 يا امي، اكيد ما بقصدك، صح يا محمد؟ صح، انا قاصد، انا بحب الناس اللي بيفهموها وهي طايره، الناس اللماحه اللي بتعرف الحاجه من اول كلمه، وبعدين كل واحد يفهمها بالطريقه اللي بيفهمها بها. طيب لما جيت تخطب ليش ما قلت الكلام ده؟ لانه ما كنت عارف انه حيدوني فول باكج البيت وامها. شيما قصدك شنو يعني يا محمد؟ وبعدين كلام امي صح، البيت ما ياهو بيتي وبيتك، مالك زعلان؟ لا ما زعلان، منو قال لك انا زعلان؟ حسي انا شكلي ده زعلان؟ شايفاني زعلان؟ شايفاني جنيت؟ ما زعلان ولا اشي، طالما البيت بيتك وبيته. احسن احصل اصحابي في المخا اشربي شاي ولا قهوه. اتاخر شويه لانك سمحت عندنا ضيوف الليله جايين لنا، تمام؟
تمام؟ بعد كده انتظر منكم التعليمات، ادخل البيت 200، اطلع 200، انام 200، اشرب الحليب 200. لا هو الفضل والله، احسن اطلع قبال ما يطق لي عرق. ماشي وين انت لابس شورت؟ الله، سنين صج سنين تركض. اذكر هالمكان عدل والشجر هذه بالذات. يوم هالحديقه كلها ضحكت علينا، ام سلمان صعدت على هالشجره ونومتها. تغير هالمكان، حديقه وكورنيش وبحر وابراج. وين كنت دافن عمرك يا ابو سلمان؟ والالعاب هذه اذكرها عدل، سلمانو الله يحفظه حاول يلعب هني قالوا لا ما يصير، تكسر اللعبه انت وزنك ما ينفع، وزعل وقام يبكي. بعدين اشترينا له وجبه اذكرها، الله على الايام هذه. وين تروح؟ كل يوم يعني هني تحوس تفتر ما تدري وين تروح. ها يا جماعة خلصونا، توصلتوا لاتفاق ولا لا؟ اتفقنا، احكينا أنا وناني وفي بعض الشروط حبي لكم إياهن. أيوة، عشان اللي أوله شرط أخره نور يا أمور. الشرط الأول، ناني حب تكمل معكم شغل لمدة 2 سنين. موافق، وكل فترة تعالي تطمني عليها. ويبقوا مدفوعين مقدما. موافقين؟ اقول لك انا مش موافقه. شنو هذه؟ ما تقعد في بيتي ولو دقيقه. خلاص ما تبي تقعد دش السجن يا حضرة الضابط. لا لا لا. خلاص 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 سجن غرفه على الشارع. خلاص قلنا موافقه. وعشان البرايفسي اكثر ناني بتحب تاخذ غرفه خاصه لإلها، سو هيك بترتاح. وبعد شرط ثاني؟ شنو بعد شرط ثاني؟ انا بروحي بنبط. عايزه بط؟ ده انا هعمل لك بط ووز وكل اللي انت عايزاه، بس وافقي على شروطي عشان تعرفي قد ايه انا طيبه. وكمان بدنا تعويض مالي لا يقل عن 500 ريال 700 ريال 1000 ريال. خلاص انا شريت ب 1000 ريال. شنو مزاتي هي قاعد ترفع؟ مع موبايل ايفون 15 الجديد لونه بينك ومع الايربودز. ايه، وبدنا كارت مكالمات دوليه ب 100 ريال 500 ريال. في شروط ثانية؟ لا خلص. لا في بقول لك انا بموت من القهر، بموت من القهر، ما ابي اوافق. اقول لك من الصبح ما ابي اوافق. تبي تموتين من القهر ولا تدشين السجن؟ ها السجن وراك وراك. اموت من القهر احسن. عايزة الاوضة بقى اللي تحت، انا عايزة الاوضة اللي فوق. قولي لهم عندي شرط بسيط واخير الصراحة، وكمان بدها الغرفة الماستر اللي موجودة بالدور الاول. شنو يعني الغرفة اللي فوق عشان نفهم؟ الغرفة اللي فوق اوضتكم اللي بحمام غرفتكو. ايش رايك حبيبتي ناني بالمرة تتزوجين هذا ونكتب البيت باسمك بعد؟ والله ادوني فرصة افكر، مع انه خلي بالك هو ولا تيبي ولا ستايلي خالص، بس يعني همشيها، ناخد فترة كده ندرس بعض ونشوف. لا 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 تفكرين، اعطيك الغرفة الماستر واذا تبين الغرفة الدكتوراه بعد. شو تسوي؟ وين تروح؟ وين تروح يا أحمد؟ أنا أشوف فرج، فرج هذا على طول موجود وفاضي، يمكن يمي أصلاً هني. أوب أبو سلمان، أبو سلمان. ألو. هلا بالجار، وينك؟ وين طال عمرك؟ في القهوة. وين أروح أنا الله يهداك؟ أنتوا فاضين؟ 24 ساعة بالقهوة؟ الله يهداك. خلاص يبا خلاص، تعودنا مثل ما تعودوا غيرنا من قبل، خلاص تعودنا ونروح. لا يبا لا لا لا، أنا عندي أشغال ومشاريع ومشاوير أخلصها، ماني فاضي 24 ساعة قاعد بالقهوة. يا حبيبي روح على الكورنيش واقعد واتصل حق ربعك واحد واحد. انت تراغبني شنو؟ لا يا حبيبي لا ما راغبك. يبا حبيبي كلنا تعودنا، مرينا في المرحله هذه يبا. صدق
الشرها علي انا اللي اتصلت عليك، قلت باتي قهوة عندك لأنك حلفت علي وأصريت إني أتقهوى عندك، بس أنت ما تستحي. يا حبيبي تعال، تعال قهوة عند الربع، خلنا نسالف، تعال تعال بتعال. أهم شيء صاحبك هذا ثقيل الدم، خالد موجود؟ لا 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 مش موجود، لا لا لا. هالمرة بجي بس علشانك. إيه ولا أنا ما أقدر أروح، تدري ما أقدر أقعد بهالأماكن هذه على طول. ماني فاضي. لا الله يرحم والدك، أنت بس تعال، بعدين يصير خير، تعال. يلا يلا جايلك يلا يلا يا حبيبي يلا كلنا ننطرك يلا تعال لا تتأخر حبيبي. السلام عليكم. وعليكم السلام. اوه الرجال سألني وانا قال لها الثور هذا مو موجود. اوه شو اقول الحين ابو مريم جنك قاعد تكلمني. لا اكلم روحي الله يسلمك. اسالف على الربع. كابتن شنو هالشورت؟ مدرب تنس شنو؟ منور منور يا خالد منور. نورك يا حبيبي. شاي وانت بكيفك تشربني شاي؟ عصرت لنا قهوتك؟ توكل على الله توكل على الله. عطني كرك يا غندور. ايوه شنو مو مصدق عنده قهوه شنو؟ اي والله. ميري فتح الباب. احنا 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 ما احنا غراب ما احنا غراب. تعالوا تعالوا تعالوا. شيلي سامان سامان شيلي منك شيلي منك سامان. انت ما في مدام. روحي روحي البيت فشلتينا. لا تضحكين. ام سلمان شلونك شخبارك؟ اي لون بقى فيني لون صبيت قلب الله يصب قلبكم. وبعدين تعالي بقول لك هالجدور هذه ايش فيها؟ لا يكون انت الثنتين مسوين مشروع منزلي وياين تبون تجربونه فيني. اهم شيء ما يكون سمك. ايش دعوه يا ام سلمان؟ تدرين فري ما يصيد الا شعري، بس انا جايبت لك شنعد شنعد. ما شاء الله على اساس غير الشنعد. اي غير طباخ بنتي مريوم ايش فيك؟ غير اكيد غير. اي اي عدو مريوم بعد طباخه. اي طالعه علمها. وانا اشهد حبيبتي. اما بالنسبه عن مريوم الجدور داشه وطالعة ما يحتاي. خالتي عاد حرجتيني. وخي حرجها. لا أقول أم سلمان ما قلتي لنا عن الأخبار الحلوة؟ أي أخبار بعد أنت يا أم السوالف؟ أي أخبار؟ أي سوالف. ترقية أبو سلمان صار مدير. ها وأنا أقول شنو سر هالزيارة والدخلة الخشنة والجدور؟ إيش دعوة إيش دعوة يا أم سلمان إيش دعوة؟ أنا جارتك حبيبتك البيت في البيت لازم انا اول وحده ابارك لك. ايش فيك؟ على العموم الكلام اللي سمعتيه صحيح. زوجي ابو سلمان الحمد لله الحمد لله حطوه مدير. ليش؟ لانه شايل كل الشغل فوق راسه. اي صح صح فري يمدحها طول الوقت يقول هو اول الموظفين يوصل الدوام من الفير ويطلع اخر واحد، بس من صار مدير صار كله يتاخر. حبيبتي من حقه مدير. انت ايش عرفك ايش عرفك ببرستيج المدراء؟ والله صح ما اعرف برستيج المدراء. قومي قومي اكلي خالتك. قومي ان شاء الله. وشو بعد بتاكلني؟ الطبخه شفيك وبعد انا اللي امسك. وشو اي اي خالتي عاد انا مجهزت لك هاللقمه بيدي. ذوقي بس ذوقي. يا جميل يا جميل. حلو لذيذ ادري. نحن ما نزل ما نزل. بالعافيه بالعافيه خالتي. زين زين بس شويه في ملح زياده. خفف الملح خفف الملح ان خالتك لا يرتفع عليها الضغط. ان شاء الله ان شاء الله من عينيا. هاي اسرار ام اليهال بعدين بقول لك سالفتها. الو هلا اسرار ايش فيك؟ بل 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 فيك شيء؟ الحمد لله على السلامه. لا الحين الحين بيجي الحين الحين. عن اذنكم عن اذنكم اسرار تبيني. وين رايحه انت وين رايحه؟ اسرار اسرار تبيني بروح الحق رفيشي بروح الحق رفيشي. وش السالفه؟ زين تعالي بقشتك هني اغراضك. خليها خليها عندكم ما بيها. استغفر الله ما شاء الله اشوف قمت انت مغطين. اي ها ايش موضوعك انت؟ ايه وامك سالفته؟ خالتي هذه اللي اتصلت. ايه صديقة امي اسرار وتعتمد على امي في كل شيء. واخا وما لقيت تعتمد اللي على امك مالت شو نسوي بعد؟ ما شاء الله ماخذة راحتك. ها اقول ترى وقت الزيارة انتهى. ما تبين اساعدك؟ لا مشكورة مشكورة روح بيتكم حبيبتي. شيء في المطبخ اسويه عنك؟ لا لا مشكورة ما تقصرين. يلا مع السلامة. مع السلامة حبيبتي. اوه خالتي هذه نسيت ما عطيتك اياها.
لا والله، وبعد طلعتي حرامية. لا لا يا خالتي لا تفهمين غلط، يوم ذاك اليوم جبلت صحن الجيمات وانتي صاك الباب طاح من يدك. اي اي ماخذه بيتنا شفتات انتي هاك الوقت. زين يلا مشكوره ما قصرتي، يلا مع السلامه. مساعده مني خدامه انتي. اقول لك ولدي سلمان تعرفين ايش اسوي فيه؟ لا. انعالتي بيها المره الجايه. علشان كذي انا ما اتزوج وحده ام عائشه. ليه؟ اتزوج وحده ام فاطمه ام علي. انت خبره لكن انا غشيم زي ما بتقولوا علي عليمي. عليمي عليمي صح. اقول سامح انا حاس ان حماته هذه راح تجلطه وبنفتك منه. الله يسمع منك. صراحه انا عندي سؤال من يوم ما قعدت وانا في قلبي شيء. انت الشنطه يبها معك ليش؟ المره طردتك من البيت؟ ذكرتني غندور. ايوه يا ريس. غندور نعم. لو سمحت خلي الشنطه دي معك لحد بعدين. ايه ده يا ريس؟ مخدرات؟ مخدرات؟ عايز تلبستوته هما كمان؟ دي شويه هدوم عشان ماشي لزوجتي الكبيره ترجاها بكلمتين حلوات تخليني اقعد معاهم في البيت كم يوم لحد ما المصيبه اللي عندي في بيتنا تمشي. السلام عليكم. وعليكم السلام. هلا هلا. هيا يا ابو سلمان. حياك حياك سريح. الشباب كلهم تعرفهم حياك. ايه والنعم فيهم اعرفهم. ايه, ايه فري بغيت كلمه راس قبل لا تروح. بيني وبينك صاحبك هذا عرفه من الطفوله نفسيته خايسه وما يساعد. احترم نفسك. انت اللي نفسيتك خايسه واخر انسان يتكلم عن احترام انت. ما استحي عيب عليك يا اخي. ما اتكلم عنك. ايش فيك؟ خلاص خلاص شباب خلاص. هدوا هدوا. ايش فيك؟ نط عليك ما عليه. هدوا هدوا. ايش فيكم يا جماعه؟ يا جماعه روقوا اللعب شويه. يا استاذ احمد يا استاذ احمد التقاعد في اوله هيجان وفي اخره روقان. ليه قدامك ثور هايجانه ولا قاعد اصارخ واقطع ملابسي؟ شيك ما تعرف تسولف. صاير حكيم بينهم. كبه باللبن حاط شامبو على راسه وهمو مغسل شعره. تعال ابيك يا اخي. ان شاء الله. ايش فيك والله؟ عندك بالربع اخذ كبه وانت رايح. لا لا فيك يا ابو سلمان. هدي الله هداك. ما يستحي هذا. كبه باللبن. بسم الله عليك يا اسرار. بسم الله عليك يا خيتي. ما تستاهلين حظك عوي. هذا كله منك ومن نصايحك. وي وانا شلخص؟ شوفي انت من ظالمه. والله سوى فيك كذي. ايه يمكن انا مسويه شيء غلط عشان الله بلاني في رفيجه مثلك. وي اسكتي اسكتي. اكاهي نزلت نزلت. شنو ذي؟ بلوه بلوه. هاي مصيبه. بقول لك يا ست انت انا نازله خارجه مع صاحبتي عشان انا لسه قبضه يعني وكده وبعدين هنتفسح شويه وعلشان انا محتاجه دعم نفسي ومحتاجه صاحبتي ترمم جروح روحي اللي اتهانت واتجرحت. عايزه حاجه؟ لا 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 حبيبتي انا ما ابي شيء. ابي سلامتك. يعل روحي بلا رجعه. نعم يا حبيبتي. انت عايزه انا اجيب لك حاجه وانا راجعه؟ لا حبيبتي انا اقصد ان تاخري اخذي راحتك سوي اللي تبينه. ده على اساس بقى ان دي معلومه جديده؟ ما انا عارفه يا حبيبتي ان انا اروح وارجع براحتي. ده بيتي وانا الامر النهي هنا وبمزاج اعمل اللي يحلالي. تمام. ويا ريت بقى المعلوماتك تقولي لاي ضيف ناوي يزورني في بيتي وبالاخص صحابك انه انا ما بحبش قلة الأدب. ولو هم فاهمين إن عيني وجعاني فأنا ودني سليمة وبسمع أي واحدة بتجيب سيرتي. ها فشايفة المصيبة اللي قدامك دي ممكن تعملك في وشك الجميل ده وحمة زي اللي عند صاحبتك. بس أنا هسيبلك أول مرة كده هدية مني ليكي لكن التانية مش هتعدي. تمام يا عسولة؟ تروحين وترجعين بالسلامة. الله لا يسلمك ولا يسلمك. بل شنو ذي؟ مصيبة؟ المصيبة هذه بتقعد عندنا سنتين. سنتين؟ اي سنتين. من شروط التنازل انها تشتغل عندنا سنتين ولا بعد مدفوعة. اسار اسمحي لي دام هالمصيبة بتقعد عندك سنتين انا مو بيايتك خير شر. تبيني تعالي لي البيت؟ فطوم خلي عنك هاي السوالف. بس تبين الصج؟ مشي اليهال مثل المسطرة. صج؟ إيه صج. أقول لك كل واحد فيهم في غرفته عينه في كتابه ولا فيهم واحد يتجرأ يطلع من باب الغرفة حتى إذا بيروحون الحمام يستأذنونها. صج ليه قالوا؟
رب ضارة النافعة. كده الخطة محكمة. فهمت؟ فهمت يا ابو. فهمت؟ فهمت ايوه. إذا فهمت وريني الخطوة الأولى. الخطوة الأولى هنتظر أمي تنوم. جميل. تمام. الخطوة الثانية. الخطوة الثانية همشي أفتح باب غرفة أمي. تفتح شنو؟ باب غرفة. باب غرفتي أنا. باب الشقة. باب الشقة. باب الشقة. أنا آسف. حلو جدا. والخطوة الثالثة. الخطوة الثالثة هدخل غرفة أمي أولع أطفي النور 3 مرات. تدخل وين؟ غرفة. غرفتي أنا. غرفتي أنا. معلش. والخطوة الرابعة. الخطوة الرابعة معروفة. هرن الجرس. يصحوا الجيران وتصحى أمك. ما في خطوة رابعة. فهمت؟ ما في خطوة رابعة. لا حول ولا قوة إلا بالله. الغباء ده مستحكم في العائلة دي. الغريبة أمي دائما بتقول لي أنت وارث الغباء ده من عائلة أبوك. ما هي ذكية. ذكاء خارق. متفوقة في الذكاء. إذا واجهتك حتعترف تقول لها شنو؟ أبوي أنت متخيل إني أنا ممكن أخونك؟ لا يا أبوي. أنا مستحيل مستحيل أوريها حاجة. يا سلام عليك. فارس بطل. يلا انزل نفذ الخطه. اوكي ابوي. ابوي بس كنت داير اسالك سؤال. تفضل. بس معلش ذكرني الخطوه الاولى شنو؟ الخطوه الاولى اسوق العربيه دي وادخل بها في الحيطه دي عشان نموت الاثنين سوا. لا بس انا انزل بعدين انت ادخل موت براك. مؤاخذه استاذ فرج عشان عايزين نخلص عشان نروح بس لما الناس تمشي. وقلي ودي هالة مني ولا والطماطم ارتفع سعره فجأة. والكوسة والبصل. البصل غوش براه. يبا نضيف نضيف خلاص. معلش بس عشان القهوة طول النار في زباين طلعوا. خلى وين وين خلى الله يرحم والديك. روح هناك يا أخي. مؤاخذة أستاذ فرج معلش عشان بس نظيف نظيف نظفتها 20 مرة عادي. ظهرك بس يا رش شوية معلش بس إن شاء الله عشان تقعدوا في مكان كويس. اتفضل. شيل الطقطقة هذه شنو؟ قول قوموا وخلاص. لا يا ريس أنتم منورينا. هي منورينكم الله يهداك. أهلا وسهلا في زبائننا الكرام والحين وهذا شنو بعد؟ غبار غبار الله. إيش بلاك يا غندور؟ مؤاخذة يا ريس. ماذا أقول لك سامح في النشم؟ منورين يا ريس. دق على سامح يا أخي تفاهم معاهم. ماذا خلي في النشم هذا؟ سندرتونا ترى. ها؟ أقول لك عاد شنو؟ اقعد اقعد. شوف المهم رحنا صوب هذا السوق. السوق إيه؟ السوق وانت. قول نشوف العالم. الولد ده الظاهر ما فاهم أي حاجة، ما قدر ينفذ الخطة معقول؟ ما منه فايدة. هذا ابني ذكي يا ذكي. نفذ الخطة نفذ الخطة. يا سلام عليك يا ذكي. موقفك شنو هنا؟ موقفك شنو يا غبي؟ ده اللي اتفقنا عليه؟ دي الخطة رقم كم؟ الخطة رقم 4 يا عريس. أبوي أبوي الله يجازيك كان السبب يا أبوي. الله يجازيك كان السبب. يا لو قاعدين في القهوة قاعدين والناس فاهمين طموح الناسين في قهوة طيبين ما حد يفيدك كمل مسيرك يلحل في ايدك يا سم طريقك.